يتجه اليمنيون في عيد الفطر المبارك لشراء كسوة العيد في أسواق الألبسة المستعملة، فمعظم الوافدين للسوق لا يستطيعون شراء الملابس الجديدة لضيق ذات اليد. يعرض التجار ما لديهم من ملابس في المكان الذي يطلق عليه محليا الحراج، لتكتظ زوايا الأسواق بالمعروضات المتنوعة. ورغم كل ما جرى ويجري على اليمنيين إثر حرب طاحنة فرضتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، يعبر هذا الصبي عن سعادة غامرة، أخيرا سيرتدي ملابس العيد. يقول وحيد المخلافي أحد الباعة في السوق إن أسعار الملابس المستعملة ارتفعت هي الأخرى بسبب تداعيات الحرب. شراء غالي الدرجة بعشرين ثلاثين بلا والعم كناني هذا رخيص وهذا غالي وهذه والحاجة لسع والحاجة لسع أسعار اليوم هذا غالي. وفي أول أيام عيد الفطر ربما يلخص أحد المواطنين اليمنيين حال بلاده وأهلها بعد مرور 5 سنوات على الحرب. في العام الخامس من الحرب طبعا الوضع الاقتصادي انهار في اليمن، والشعب اليمني ظروفه أصبحت صعبة جدا، لذلك العديد من الناس بيلجأوا إلى البساطات اللي بتبيع الملابس المستخدمة، إن لم تلجأ بعض الأسر أصلا لمحاولة فرز ملابسها وأخذ الملابس الأفضل منها. ورغم انهيار الوضع الاقتصادي إلا أن السنوات الثلاث الماضية شهدت توسع رقعة تجارة الملابس المستعملة في اليمن لتصل إلى ذروتها هذا العام.